قبائل بالقبائل والوفود وبالدقول في رسام وموقف جدا يهول عن على ربعيها للعليا على كاسبين المدح من عهد مضى والشريك برمج حيني ما يهون والقبائل جمعها عسى يسلمون بس تعطيش البنادق خذلوي يا شون دون عين الشمس حجب نورا مرحبا واهلين ترحيبا يطول بالقبائل والوفود وبالدقول في رسام مكمل وجدا يهول عن على ربعيها للعليا على كاسبين المدح من عهد مضى والشريك برمج حيني ما يهون والقبائل جمعها عسى يسلمون شوف تعطيش البنادق خذلوي يهدون عين الشمس حجب نورا مرحبا واهلين ترحيبا يطول بالقبائل والوفود وبالدقول في رسام وموقف جدا يهول عن على ربعيها للعليا على كاسبين المدح من عهد مضى والشريك برمج حيني ما يهون والقبائل جمعها عسى يسلمون بس تعطيش البنادق خذلوي يهدون عين الشمس حجب نورا السلام عليكم الله يمسيكم بالخير يلا لا 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 يا لا 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 يلا لا 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 يا لا 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 من يحج البيت فاز بلولوية مقصده مكة يحج بنورها يا لا 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 من يطاول ضلع منع ما يطول يا ضيف الله قول علم وبد قول انهال من الشعر وبحوره نهول حظنا في عالي القمة على ساقي وساقك على الجزلة مضى ساقي وساقك على الجزلة مضى من يحج البيت فاز بلولوية مقصده مكة يحج بنورها السلام عليكم قواكم الله جميع يا لا 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 الله يا قرب البنادق من اللغم والله يا قرب الزير من صافرة الانذار على العلا تعداد جيش الملك في صنعاء
اللي هزم عبد الملك والحواثية. من بعد ذكر الله نقول ونفيد قول باسم الخراشي واسم يا بدي السلام. الله يا قرب البنادق من اللغم، والله يا قرب الزير من صافرة الانذار. آل العلا تعداد جيش الملك في صنعاء، اللي هزم عبد الملك والحواثية. من بعد ذكر الله نقول ونفيد قول باسم الخراشي واسم يا بدي السلام. الله يا قرب البنادق من اللغم، والله يا قرب الزير من صافرة الانذار. آل العلا تعداد جيش الملك في صنعاء، اللي هزم عبد الملك والحواثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، والله يديم الأفراح. يا لا 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 سلام يلي توج الحافل في دقولة، والله يحفظ دولة الخير والسلام. ما في قلوب ابني شهر هم ولا غم، والله يمين موفي الحلف والانذار. أن الروافض ما لهم في بلدنا صنعاء، ألا تقلع الحصى والحواثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعيد الترحيب، مرحبا ألف بالجميع، الله يحييكم جميعا. الحقيقة من ضيق الوقت، ولا كان خلينا ذا العرضة تستمر شوي، ولكن ضيق الوقت هذا اللي اضطرنا. معنا قهوة الآن، فالله يحيي الجميع، مرحبا بجميع من حضر في هذا المكان. كل من حضر في هذا المكان ضيف علينا ذا الليل، الله يحييكم جميعا. كل من حضر، لا أحد يروح، كلنا حاسبين حساب أي واحد وصل للمحل هذا، فالله يحيي الجميع جميعا. تفضلوا، الله يحييكم. عشان إن شاء الله بعد العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة هالعشاء بإذن الله تعالى، الله يحييكم جميعا. تفضلوا القهوة الآن، حي الله الجميع. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم مركز ثلوث المنظر، وبالتحديد من سوق الاثنين، ونحن هنا بدعوة كريمة من الشيخ حسن بن محمد الشهري بمناسبة زواج ابنه الأستاذ فيصل بن حسن الشهري، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهري، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نهني العريسين على هذه الليلة المباركة، وما نقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمعهم على خير. ثانيا، نحيي قناة السيوف، قناة الحفلات، قناة التراث، تراث المنطقة الجنوبية، جميع التراثات وليست المنطقة الجنوبية، كل التراثات قناة السيوف هي ملمة بها، وهذا شيء يثلج الصدر، ومما يشجع المواطن السعودي على أن يهتم بتراثه، تراث الآباء والأجداد، كالحفلات وكذا والحاجات الحميدة وليست البذيئة. فنحيي قناة السيوف، وعلى رأسهم الأستاذ صالح العمري، وكن حلم سهلا وألف يا مرحبا. ثانيا، نقول الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة التي أسداها الله علينا، ونقول هذه النعمة ما جت إلا من جهود،
من ولاة أمورنا، فنحمد الله الذي هيأ لنا هذه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبو فهد وولي عهده الأمين محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان. وكذلك أنقل التحيات والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الجهود الطيبة التي يقوم بها لإسعاد المواطن. ثالثا نهني جنودنا البواسل على الحدود الجنوبية، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. الله يعطيك العافية. جنودنا البواسل يستاهلون، إذا كان لك كلمة لجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي فيستاهلون منك. نقول لجنودنا البواسل، أنتم فرسان هذه البلد، البلد هذه هو ذمة علينا وهو على مسؤوليتنا. ويقول لك وطن لا نحميه لا نستاهل العيش فيه، فالحقيقة أنتم الآن أبنائنا المرابطين على المنطقة الجنوبية وعلى الثغر الجنوبي، وكل الذي تعملونه هو يكون مثل جل الصدر. بالنسبة لأخواننا الذي استشهدوا، نقول لهم عليهم رحمة الله، وإن شاء الله إنهم شهداء هذا البلد، وهم في قلوبنا سواء في الليل أو في النهار، وهم أبنائنا، كيف إنما هم أبنائنا هذولا وفلذات أكبادنا، فنقول لهم ألف مبروك. الله يعطيك العافية ويسلمك. إن شاء الله سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية. إذا كان لك كلمة أخيرة الشيخ عبد الرحمن تفضل. كلمة الأخيرة، نقول أهلا ومرحبا بقناة السيوف، قناة المناسبات، قناة المنطقة الجنوبية التي لا زالت هي تتابع عادات وتقاليد المناطق سواء في الجنوبية أو في الشمالية في جميع أنحاء المملكة. تراثنا هو، يقول لك بلد لا تراث له فلا قيمة له، فبالنسبة هي الذي تتابع التراث على تخرجه في المخرج اللي هو مناسب له. فنقول لكم أهلا وسهلكم ولكم ألف مرحبا. الله يسلمك. كان معي الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازالت تغطيتنا مستمرة في احتفال الشيخ حسن بن محمد الشهري بمناسبة زواج ابنه فيصل. معي الشيخ محمد بن أحمد الشهري، فأهلا وسهلا بك. مرحبا وأهلا وسهلا بكم، والله يحييكم وقناة السيوف والعاملين عليها. الله يعطيك العافية. بما أنكم تحضرون وتشاركون أفراح الأستاذ فيصل، ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ نقول له نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقهم في حياتهم الزوجية، ونقول لهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير. فنسأل الله أن يكون حياتهم سعيدة. على كل حال احنا دعانا بالحضور هنا، وهذا دعوته لنا، شرف لنا بالحضور زواجه واحتفاله، ونسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله. جنودنا المرابطين هالأيام على الحد الجنوبي، أكيد لك كلمة لهم بهذه المناسبة. جنودنا البواسل الذي مرابطين على الحدود الجنوبية، نسأل الله لهم التوفيق، وأن الله يشد على أيديهم وأن يسدد رميهم. قلوبنا معهم، ونحن نعتبر الخط الثاني بعدهم، أما ليس هناك واقفين وحنا من وراهم إن شاء الله بإذن الله ندعو لهم ليلة ونهارنا وفي صلاتنا وفي كل وقت، وقلوبنا معهم. نسأل الله أن يوفقهم ويسدد رميهم ويجعلهم إن شاء الله في خير. سبق وأن التقيت معك في مناسبات مضت، طبعا رأيك في قناة السيوف قد أخذت يعني منك، لكن ما رأيك يعني في بعض العادات والتقاليد يعني اللي سألتك عنها قبل كذا؟ يليت لو تعطي السادة المشاهدين فكرة عن ما يحويه سوق الاثنين هنا من عادات والتقاليد. والله بالنسبة لمنطقتنا وسوق الاثنين وما يحتويه، هو سوق قديم يعني من عهد الأباء والأجداد، يتراودون جميع المنطقة يعني، فهو سوق شعبي قديم ولا زال لحد الآن قائم، وعوايده كما الآن أسوق يعني أسبوعي كل أسبوع يعني يقوم السوق، وهو الحقيقة سوق يخدم المنطقة.
على كل حال هذا السوق نعتبرها خدمة للمواطنين، فهذا هو السوق. نعم، نتمنى أن يكون دائما أكبر وأوسع من ذلك. حسب علمي وما شاهدناه بأن في خط يربط سوق الاثنين بالمجاردة وخط، قد نفذ الخط يا شيخ محمد ولا باقي؟ والله بالنسبة للخط هو على كل حال هو الآن تحت التنفيذ، وقد نفذوا النص من الخط وهم شقالين إن شاء الله فيه، وبإذن الله أنه يكتمل في الوقت القريب إن شاء الله بإذن الله. وبذلت دولتنا أيدها الله الشيء الكثير في خدمة المواطن. يعني كمان السوق الاثنين على نفس الخط بتزدهر فيه الحركة التجارية وبتزدهر فيه يعني بعض الأشياء القديمة. نعم، سوق الاثنين طال عمرك هو له وصلة من الخط الرئيسي يوصل للسوق، فهو الآن جاري إن شاء الله بإذن الله تنفيذه. والآن هم قد بدأوا في السفلة تفول الخط وماشيين إن شاء الله بإذن الله عن قريب أن يكون منتهي بإذن الله. كلمة أخيرة شيخ محمد. الكلمة الأخيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أنتم يا قناة السيوف. الحقيقة أنتم تشرفوننا بحضوركم، وأنتم اللي تخلونا دائما نتعود على التراث القديم ونحافظ عليه، ولولا أنتم وتتابعون التراث القديم ما كان إلى حد الآن على موجود يعني. فنسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. وأنت بالنسبة لك فأنت الحقيقة أنت في رأس القمة بالنسبة لهذا القناة، فالله يوفقك إن شاء الله. يعطيك العافية. كان معي الشيخ محمد بن أحمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الذي يجمعني بالشيخ حسن بن محمد الشهري والد عريس هذا المساء، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا والله يحييكم ويا مرحبا. الله يسلمك. بما أنكم تحتفلون بابنكم بمناسبة زواجه، ما هي كلمتك له بهذه المناسبة؟ أقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير. والحقيقة هذه الليلة من أسعد الليالي عندي، ربما ما يقارن بها إلا حفلة زواجي. الله يسلمك وبارك فيك. طبعا فات علي أني أبارك لك باسم الشيخ سعيد الهداوي باسم قناة السيوة الفضائية من إداريين وإعلاميين هذه المناسبة. الله يحييكم وحياكم الله قناة السيوة والشيخ سعيد الهداوي من رواد التراث الشعبي في الجنوب. والحقيقة أن التراث كاد يندمر، ولكن بفضل الله ثم بفضل الشيخ سعيد الحداوي وأمثاله ما قصروا حقيقة، أحيوا التراث ونقول الله يجزاهم خير. طبعا ماذا تود أن تذكر أو ماذا تود أن تقول من حضر مناسبتكم هذا المساء؟ نرحب بالجميع والله يحييهم على الرحب والسعة، والحقيقة كل من جاء لهذا الموقع شرفنا بحضوره، فالله يحييكم وأنتم على رأسهم يا قناة السيوف. الله يحييكم جميعا، بارك فيك. طبعا يطيب اللقاء معك، لكن لو يعني كان لك كلمة أخيرة عبر هذا اللقاء تفضل. ما أقول للعريس إلا الله يبارك لها إن شاء الله، وما نوصيه على عروسه، ونقول للجميع الله يحييكم وعلى الرحب والسعة. ونشكر قناة السيوف أو ذا مرة أخرى على تغطيتها لهذا الحفل وتغطيتها لحفلات الجنوب بصفة عامة وفي المملكة بصفة عامة. حياكم الله. فات علي ما أسألك، بس أنا سمعت الشاعر هيازع بن سليمان البارقي يقول أنه حضر زواجك والآن يحتفل بزواج ابنك. صحيح، هيازع حضر زواجي وقال قصيدة، هو إن شاء الله ناتقال بعد العشاء بإذن الله تعالى، لأنها مسيرة ولا زلت حافظها ما شاء الله. من معزة الرجل والقصيدة على قلبي فلا زلت حافظها، وإن شاء الله تعالى حتى كلمته وقال أني يعني حافظ بعضها وبعضها نسيته، ذكرته ببعضها، وإن شاء الله يلقيها في المنصة بعد العشاء بإذن الله تعالى. الله سعيد جدا والله بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية، وليت ان يعني الوقت معنا كان اخذنا معك اكثر من كذا. اذا كان لك كلمة اخيرة عبر هذا اللقاء تفضل. ما لنا اي كلمة اخيرة، نقول الله يحيي الجميع ومرحبا الف بكل من حضر. الله يسلمكم، عندنا طبعا ضيوف ونستقبلهم، فالله يحييكم جميعا وكلكم من حضر ضيوف عندنا ذا الليل. الله يسلمكم. بدنا نشكرك انك اتحت لنا الفرصه هذه عشان نخدمك بس. سلمت والله يحييكم، الله يحييكم يا مرحبا، حياكم الله. كان معي الشيخ حسن بن محمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء عم العريس الاستاذ احمد بن محمد الشهري، فاهلا وسهلا بك. مرحبا الف، حياكم الله يا مرحبا. الله يسلمك. نبارك لكم هذه المناسبة باسم الشيخ سعيد الحداوي وقناة السيوة الفضائية من إداريين وإعلاميين. حياكم الله جميعا ويا مرحبا. قناة السيوف ومثل في الشيخ سعيد الحداوي والأخ صالح بن ضاف العمري، حيا الله الجميع. الله يسلمك. طبعا أكيد لك كلمة
لفارس هذا المساء؟ نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم جمع بينهم في خير. الأخ فيصل، الولد فيصل، أقدم على الزواج والحمد لله، هذا إكمال نصف الدين والحمد لله، الله يسعد ما بينهم إن شاء الله في هذا الليل. طيب، أنا سعيد جدا والله بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف. إذا كان لك كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء. نقول شكرا لقناة السيوف ومن حضر. الصراحة قناة السيوف هي قناة الرائدة في المنطقة الجنوبية بصفة عامة، وفي المملكة العربية السعودية بصفة عامة، ومنطقة الجنوب بصفة خاصة. فمثل في رئيس الإدارة الشيخ سعيد الحداوي وشخصكم الكريم صالح بن ظافر العمري، فحيا الله الجميع. الله يسلمك، شكرا لك. كان معي عمل عريس الأستاذ أحمد بن محمد الشيري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الأستاذ محمد حسن الشيري، فأهلا وسهلا بك. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله أخ صالح. يا مرحبا، الله يحييكم إن شاء الله. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل مناسبة هذا المساء، ما هي كلمتك له بهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول للعريس كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. الأخ حسن أبو فيصل عزيز وزميل دراسة وأخ وخوي، ونقول نسأل الله لهم الثبات، وأن يوفق العريس، وأن حياة سعيدة، وأن يوفق لما يحب ويرضى. طبعا بعض العادات والتقاليد لدينا هنا، أنت ما أنت بكبير سن، لكن احنا أنت من الناس اللي يحب اللي أن تستمر على العادات والتقاليد، ولا في بعض الأشياء يعني مؤثرة في العادات؟ لا، هذا العادات حقيقة ودنا أن طال عمرك العادات هذه أنها تستمر، وحقيقة اللي هو على رأس الهرم الأخ صالح العمري، حقيقة دائم نشوفه في هذه القناة المفضلة، حقيقة هذا تراث الآباء والأجداد وأبنائنا، حقيقة لنا الفخر أن يعتز ويفتخر بتراث آبائه وأجداده، وهذا شيء نفتخر به جميعا. فهذا الحقيقة تراث الشعبي، حقيقة نفتخر به جميعا لأن يعترفون به أبنائنا وأولادنا، وهذا تراث آبائنا وأجدادنا. جدا أن تكون ضيف معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية. إذا كان لك كلمة أخيرة أستاذ محمد تفضل. كلمتي أخيرة طال عمرك نهني العريس، وكذلك ندعو لأخواننا وجنودنا البواسل على الحد الجنوبي، ونسأل الله العلي العظيم أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدم ترميهم. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه. شكرا جزيلا لك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الشيخ موسى بن محمد البارقي، فأهلا وسهلا بك. بسم الله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نسأل الله لهم التوفيق والسعادة ونسأل الله ما نقول لما قال رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم وسعدهم إن شاء الله في حياتهم الدنيوية. الله يسلم. طبعا يا شيخ موسى، بعض العادات والتقاليد اللي تشاهدها الآن وكانت من الزمن الماضي، هل لك رأي فيها؟ أبدا ما لي رأي، كل شيء تمام إن شاء الله الحمد لله، نفس العادات، ما في تغيير كثير، ما الحمد لله. أنا أقصد الاحتفالات السابقة تتغير، اختلفت عنها. اختلفت نعم، اختلفت يا ولدي. اختلفت العادات، الأول كانت متقاربة وكانت متقالة، والآن ما شاء الله توسعوا الدنيا، ومع المواصلات هذه، ومع الاتصالات هذه، ومع الفضائيات هذه، ومع الحمد لله صار البعيد قريب. أي والله الحمد لله، نحمد الله ونشكر. طيب أنت متابع قناة السيوف؟ نعم أي والله متابع. ما رأيك فيما تقدم للمشاهد المباراة؟ ما شاء الله، نشكركم والله، يوفقكم الله ورئيسها الشيخ سعيد الحداوي، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، يوفقكم الله. سعيد جدا والله بوجودك معي. لك كلمة أخيرة شيخ موسى. سلامتك، الله يحفظك. كان معي الشيخ موسى بن محمد البارقي، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الأستاذ حمود بن محمد الشيري، فأهلا وسهلا بك. الله يسلمك، طول بعمرك ويجعلك سالم الخالي. الله يعطيك العافية. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل مناسبة هذا المساء، ما هي كلمتكم بهذه المناسبة؟ نقول لابن فيصل كما قال رسول الله عليه السلام: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير ورزقهم الذرية الصالحة. الله يعطيك العافية، طول بعمرك ويجعلك سالم. طبعاً أنت من متابعي قناة السيوف؟ ليس بالكثير، ولكن لي متابعة لها. طيب ما رأيك في ما تقدم؟ حقيقة قناة السيوف هي الرائدة في نقل الموروث الشعبي، وأيضا شاركها بعض القنوات الأخرى أيضا. الله يعطيك العافية. جنودنا وأبطالنا على الحد الجنوبي يدافعون عن وطننا، هل لك كلمة لهم بهذه المناسبة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد رميهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يرزقهم النصر بإذن الله تعالى،
وأن يتقبل من قتل منهم في مع الشهداء والصديقين والأنبياء. كلمة أخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن ينصر هذه البلاد على من عاداها، أنه سميع مجيب الدعاء. شكرا لك. كان معي الأستاذ حمود بن محمد الشيري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الأستاذ عبد الله محمد الشيري، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا صالح. الله يسلمك. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل بن حسن فرحة زواجه، فأكيد لكم كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أخ صالح، فنبارك للعريس الأخ فيصل، ولدنا فيصل، فنسأل الله له التوفيق، ونقول كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. فأبو فيصل عايز وغالي، ولا ربكم عايز وغالين، وقناة السيوف حقيقة لها مجهودات كثيرة معنا هنا. طبعا انتم متابعين قناه السيوف اكيد. طبعا متابعين. نعم اي نعم متابعين. ما رايك فيما تقدمه للساده المشاهدين؟ والله قناه السيوف هي مروض حقيقه، يعني يشهد لها حقيقه والله. فقناه السيوف هي معنا في كل المحافل، وحقيقه نشكر القائمين على نفس القناه، والشيخ السيد الحذاي، وانت اخ صالح هنيانه، فعسى الله يوفقكم ان شاء الله لكم يعني مجهودات في المنطقه الجنوبيه هنا، وبالذات في التراث الحفلات الشعبيه، فالله يعطيكم العافيه على ما تقومون به. والقناة السيوف حقيقه هي القناه المفضله لدينا، وفقكم الله. طبعا ابطالنا في هالايام يدافعون عن وطننا الحبيب على الحد الجنوبي، لك كلمه لهم بهذه المناسبه. نعم، نسال الله ان الله يثبتهم، وحنا قلوبنا معهم، وحنا كلنا في خندق واحد، سواء مواطن او عسكري او، فكلنا قلوبنا معهم والله مرابطين، فنسال الله ان الله يوفقهم ويثبتهم على طاعته، وينصر دولتنا والملك سلمان، نسأل الله أن الله يوفقه، وولي ولي عهد الأمين وسمو نائبه، فنسأل الله أن الله يوفقهم إن شاء الله، ويسر بلادنا من كل شر. آمين. كلمة أخيرة. الأخيرة طبعا نشكر القائمين على قناة السيوف، والشيخ سيد الحداي، وأنت أخ صالح هنيانة، ونسأل الله يوفقكم إن شاء الله، حقيقة لكم مجهودات هنا، فنسأل الله يوفقكم إن شاء الله. قناة السيوف مشهود لها وما يحتاج لها شهادة، عسى الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك حبيبي. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الأستاذ محمد الشهري من زملاء العريس، فأهلا وسهلا بك. الله يحييك، حياكم الله ومرحبا. الله يسلمك. وأنتم تشاركون زميلكم في فرحة هذا المساء، أكيد لكم كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقول للعريس: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. للأخ فيصل من الزملاء الأعزاء، فنبارك له ونقول له ألف ألف مبروك وبالرفاه والبنين. أبطالنا المرابطين على الحد الجنوبي، هل لك كلمة لهم بهذه المناسبة؟ نسأل الله العلي القدير أن ينصرهم وينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز هذه الدولة. نسأل الله أن يجزاهم بالخير ولاة الأمر، فنرجو من الجميع الدعاء لهم في ظهر الغيب. طيب كلمة أخيرة لك بهذه المناسبة. نشكر قناة السيوف لحضورها جميع الحفلات الشعبية وتقديرها للموروث الشعبي، فعلى إدارتهم وجميع المشاركين، ولك الأخ الصالح، فنتمنى لكم التوفيق. وفي الأول والأخير نرجو من الجميع الدعاء لإخواننا المرابطين على الحدود وسلامتكم. كان معي الأستاذ محمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي الأستاذ هيازع علي سعيد الشهري، فأهلا وسهلا بك. الله يسلمك إن شاء الله، الله يحييكم. الله يسلمك. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل فرحة هذا المساء، ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ في الحقيقة أنها المناسبة كبيرة جدا، وفي الحقيقة فرحة لا توصف في هذا اللقاء، ونحمد الله ونشكر الله اللي تم علينا لهذا الفرحة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني برضه الله يفرحنا بنصرة الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى. ونشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهد الأمين على ما قدموه وبذلوه في الحزم، والحمد لله والشكر، وأسأل الله إن من حسن إلى أحسن بإذن الله. كلمة أخيرة. نهنئ الأخوان اللي هو أبو فيصل وفيصل وأولاد عمي كلهم وأخواني وجماعتي، وفرصة سعيدة في الحقيقة أن نتقابل مع القناة هذه، قناة السيوف. الله يحييك. شكرا الحبيب. الله يحييك. هلا والله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لا زالت تغطيتنا مستمرة في زواج الأستاذ فيصل بن حسن الشهري،
فأهلا وسهلا بكم. معي الأستاذ محمد أحمد بادريس، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك، حياك الله. الله يرضى عليك. وأنتم تشاركون فرحة الأستاذ فيصل بن حسن الشهري هذا المساء، ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ طبعا نحن نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير إن شاء الله بحول الله. الله يسلمك. طبعا أنت جاي من مكة ولا من جدة؟ لا والله أنا من مكة. من مكة. نعم. حسب علمي أنك كنت من أوائل المعلمين في منطقة ثلث المنظر أو في وادي بقرة. يا ليت لو تحدثنا عن هالتجربة. نحن تعيننا هنا عام 1396 هجرية، تخرجنا من معهد المعلمين في عام 1395-96، تم تعييننا في منطقة أبها، والمنطقة هذه كانت في جهل مدقع، والحمد لله كان في عندنا الشيخ محمد صالح الفواز مدير تعليم منطقة أبها، كان رجل فاضل رحمة الله عليه، نشر التعليم في منطقة عسير بكاملها ما شاء الله تبارك الله، الله إن شاء الله يرحمه ويحسن إليه. فعاد كنا نحن من أوائل المدرسين، أنا في الدفعة الثالثة في مدرسة وادي بقرة، كانت مدرسة اسمها مدرسة عكرمة بن أبي جهل في منطقة بقرة. طيب أنا بسألك، طولت هنا في المنطقة ولا بس سنة سنتين ثلاث؟ والله أنا عشت منطقة هذه ترمين دراسيين، يعني عام دراسي كامل، عام دراسي كامل. وبعدها انتقلت؟ نقلت إلى منطقة مكة والحمد لله، إلى أن تقعدت وأنا في مكة المكرمة. ما شاء الله عليك. عام كم تقعدت يا أستاذ محمد؟ قعدت عام 1327 1427 ما شاء الله، قريب جدا. نعم الحمد لله، يعني 10 سنوات اللي متقاعد لك الآن. 10 سنوات. نعم. طيب ما رأيك في العادات والتقاليد الموجودة في المنطقة هنا؟ هل تختلف عن مثلا الفن الحجازي في المنطقة الغربية؟ شيء كثير يعني ما شاء الله تبارك الله. نحن عندنا الفن الحجازي يختلف عن منطقة تامة بكاملها، ومنطقة تامة تختلف عن منطقة أبها، منطقة أبها تختلف عن المنطقة الوسطى، عن المنطقة الشرقية. احنا الآن عندنا يعني لون العرضة، انتم عندكم لون المزمار او شيء زي كذا؟ احنا عندنا العاب كثيره منها المزمار، منها المزمار. نعم منها المزمار، بس الشيء الاساسي يعني الاساسي. والله اشياء كثيره في مكه المكرمه، المزمار، في عندنا اهل مكه بالذات عندهم شيء اسمه الصهبه، لعبه اسمها يعني طرب، ولا عندنا الجسيس، في عندنا شيء اسمه الجسيس وقت الشيء اللي عندنا هنا الان. والله الجسيس دائما يجيب مجسات، نسميها مجسات او مواويل، خاصه بأهل الزواج. نعم. يعني هذه تمارس بس في الزواجات ولا في المناسبات عامه؟ والله في احيانا مناسبات مثلا في الشبكه، في الملكه، في كان الجسيس يحضروه. لا اهل مكه لازم يحضروا الجسيس، اول ما يحضروا الجسيس. استاذ محمد، لو انك تعطينا فكره يعني سريعه جدا عن مراسيم الزواج عندكم في مكه. والله هي عادات، كل الناس لهم عادات. احنا عندنا مراسيم الزواج، عندنا ملكه، وبعدين عندنا الان فنه شبكه، وبعدين يصير الزواج. يعني الملكه نسويها في مكان، كنا نسوي الملكه في الحرم او نسويها في مسجد، وبعدين نسوي الشبكه في قصر افراح، وكان كان كان في البيوت، وبعدين صارت في قصر افراح، والزواج بعدها في قصر افراح. كان عندنا اهل مكه يسوي الشبكه، ابو العروسه يسوي الشبكه، وابو العريس يسوي الزواج. يعني واحد يشيل حاجه وواحد يشيل حاجه. الان اختلفت عندنا في منطقتنا هنا، كان لنا عادات وتقاليد، يعني اعتقد ان في زمننا الحاضر في عادات وتقاليد دخيله على عاداتنا. هل تاثرت بها كذلك منطقه مكه المكرمه؟ لا، ما منطقه الحجاز بكامله ما تاثر بعادات اهل الجنوب. لا انا اقصد عادات دخيله خارجيه من خارج المملكه على المملكة، على يعني أقاليم المملكة كلها. والله اللي حضرته أنا ما في شيء تأثير، يعني إلا اللهم إن كان صار يجيب مطرب مثلا. والآن ونعم والآن المطرب خلاص صار عام في كل زواج، ناس تجيب مطرب، ناس تجيب مزمار، ناس تجيب ألعاب شعبية، ولكن الأشياء هذه كلها قد تكون يتراثر في البلدان نفسها. انما المطرب حتى من زمان كانوا يجوا مطرب، يعني ما بما انك عشت في منطقه في مركز ثلث المنظر وما جاورها، هل تجيد العرضه؟ لا والله ما قد لعبتها، مع العلم انه هنا كان في عندهم خطوه يسموه خطوه عسير، ما لعبتها. ممكن نشوفك اليوم في العرضه اليوم موجوده؟ ما اعرف لها والله. حاول يعني تقدر؟ والله ما اعرف لها وانا صادق، حتى تعتبر ذكريات يعني. حتى المزمار المكاوي ما اعرف له، عشان لا احد يقول والله انا، عشان شايفين العمامه والسديريه ولا حتى ما جيدها والله. والله سعداء جدا استاذ محمد بوجودك معنا. اذا كان
لك كلمة لأبطالنا على الحد الجنوبي. الله إن شاء الله حبل الله إن شاء الله ينصرهم، وهذول درعنا وسندنا في المنطقة الجنوبية، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينصرنا وينصرنا على كل من عادانا، وينصر ملكنا سلمان، وإن شاء الله بحول الله نشوف مملكتنا في عز وفخر وفي في في أحسن حال بحول الله. الله متابع قناة السيوف؟ والله هي أحيانا تمر علي، نعم أحيانا تمر علي لأنه نعم. طيب كلمة أخيرة سيد أحمد. الله يسلمكم، جزاكم الله خير، وإن شاء الله بحول الله ربنا يتمم بخير أهل العرس، نحن نقول أهل العرس يعني أهل الزواج، وربنا إن شاء الله يتمم لهم بخير ويبارك لهم ويبارك عليهم بحول الله. الله يسلمك. كان معي الأستاذ محمد بن أحمد بادريس، فشكرا جزيلا له. جزاك الله خير، شكرا حبيب الله سلام. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين معي في هذا اللقاء السريع الأستاذ أحمد بن إبراهيم الشهري، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا وحياكم الله وحياكم عند من حياكم. طبعا أنتم تشاركون الأستاذ فيصل بن حسن الشهري فرحته هذا المساء، أكيد لكم كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أبارك للعريس فيصل بن حسن بن سعيد الشهري على زواج، أقول اللهم بارك لهم واجمع بينهم على خير، وصراحة فرصة سعيدة ومن أكبر الفرص أني أحضر زواج الأخ فيصل عند حسن، أبوه معروف ومن روس شيوخ العلاء، وصراحة أفتخر، وأبو فيصل محبوب عند الجميع، ولا صراحة يعني نوفي بجمايله، الله يوفقه ويبارك لهم إن شاء الله ومن أحسن إلى أحسن. أيوة. طبعا أبطالنا مرابطين على الحد الجنوبي يدافعون عن وطننا الحبيب، ما هي كلمتك لهم بهذه المناسبة؟ اللهم أنصرهم، اللهم أنصرهم، اللهم أنصرهم وثبتهم، ونسأل الله لهم التوفيق، وهم منصورين الحمد لله. إي والله، والدولة هذه نحمد الله ونشكره، يعني هي بنيت على يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونسأل الله بطولة العمر لطويل العمر الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده وولي عهده، ونسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله له التوفيق لجنود المرابطين. إي والله. سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية، إذا كان لك كلمة أستاذ أحمد أخيرة بهذه المناسبة تفضل. أنا أشكركم صراحة وأشكر قناة السيوف، وبصراحة قناة السيوف من القنوات المميزة ونتابعها، وأشكر الأخ علي الحداوي يعني سيد الحداوي، ما شاء الله تبارك الله من أحسن في أحسن، ومن صراحة يجيب لنا أشياء في قناة السيوف مميزة. اي والله، وانا والله من المتابعين لقناة السيوف، ونسال الله لكم التوفيق باذن الله. الله يسلمك. انا معي الاستاذ احمد بن ابراهيم الشهري، فشكرا جزيلا له. الله يوفقكم واحنا مشكورين، الله يعطيك العافيه. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء، والذي يجمعني بفارس هذا المساء الاستاذ فيصل بن حسن الشهري، فاهلا وسهلا بك. حياكم الله ويا مرحبا فيك وشرفتونا. يسلمك ويشرف مقدارك. بما انك يعني تحتفل بزواجك اكيد لك كلمه بهذه المناسبه. الحمد لله، والله يسر إن شاء الله ونعيش في سعادة بإذن الله. باسم الشيخ سيد الحداوي باسم قناة السيوف الفضائية من إداريين وإعلاميين نبارك لكم هذه المناسبة. الله يبارك فيكم، يشرفنا كان وجود الشيخ الحداوي، ولكن القناة ما شاء الله متميزة، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل بإذن الله بسبب تغطيات على تراثنا. طيب شعورك وانت تدخل عش الزوجية، يعني ما اكيد لك شعور خاص كذا؟ لا ينوصف صراحة، ابد اتمناها من زمان. الله يوفقك، تقدم فينا العمر الحمد لله، ان شاء الله باقي العمر في خير الحمد لله. طيب بما انك يعني تدخل لاول مرة صح في عش الزوجية، مش تنصح به الشباب في اللي في سنك واللي اصغر واللي اكبر اللي يقدمون على الزواج، او مش ما رايك؟ يعجل بالزواج إن شاء الله، والله يكتب لهم كل خير بإذن الله. سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية، إذا لك كلمة أخيرة أو ماذا تود أن تذكر شيء لوالدك في هذه المناسبة؟ ما قصر الوالد، هو اللي قام بذا الحفل، والله يطول بعمره وجميع من حضر. طبعا إذا كان لك كلمة أخيرة تفضل. كلمة الأخيرة، الله يحمي بلادنا والوطن ويحفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وجميع أنحاء المملكة. ألف 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 مبروك، الله يبارك كل خير. عامك معي الأستاذ فيصل بن حسن فارس هذه الليلة، فشكرا جزيلا له. شكرا، شرفتونا حضوركم. ماذا تود أن تذكر لمن حضر وشرف حفلك هذا المساء؟ كل الشكر ويعطيهم ألف عافية، والله يسعدهم، والحفل قائم على وجودهم، والله يوفقهم ويسعدهم.
يعطيك العافيه، لو ما تستاهل ما كان شفنا الحضور الكبير. تستاهل الطيب ان شاء الله. يسلمك ويرضى عليك. الى هنا اعزائي المشاهدين ناتي الى ختام تغطيه مقابلات هذا المساء في زواج الاستاذ فيصل بن حسن الشهري، والذي تواجدنا هنا بناء على طلب والده الشيخ حسن الشهري. طبعا الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين، والشكر لمخرج هذا اللقاء الاستاذ وليد بن سعيد العمري. تقبلوا تحيات محدثكم صالح بن ظافر العمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا زلت حافظها، وان شاء الله تعالى حتى كلمته وقال اني يعني حافظ بعضها وبعضها نسيته وذكرته ببعضها، وان شاء الله يلقيها في المنصه بعد العشاء باذن الله تعالى. الله يسلمك. سعيد جدا والله بوجودك معنا عبر شاشه قناه السبل الفضائيه. وليت ان يعني الوقت معنا كان اخذنا معك اكثر من كذا. اذا كان لك كلمه اخيره عبر هذا اللقاء تفضل. ما لنا كلمه اخيره، نقول الله يحيي الجميع ومرحبا الف بكل من حضر. الله يسلمكم. عندنا طبعا ضيوف ونستقبلهم، فالله يحييكم جميعا وكلكم من حضر ضيوف عندنا ذا الليل. الله يسلمكم. بدنا نشكرك انك اتحت لنا الفرصه هذه عشان نخدمك بس. سلمت والله يحييكم. الله يحييكم، يا مرحبا، حياكم الله. كان معي الشيخ حسن بن محمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء عم العريس الاستاذ احمد بن محمد الشهري، فاهلا وسهلا بك. مرحبا الف، حياكم الله، يا مرحبا. الله يسلمك. نبارك لكم هذه المناسبة باسم الشيخ سيد الحداوي وقناة السوء الفضائية من إداريين وإعلاميين. حياكم الله جميعا، يا مرحبا. قناة السيوف ومثل في الشيخ سعيد الحداوي والأخ صالح بن ظافر العمري، حيا الله الجميع. الله يسلمك. طبعا أكيد لك كلمة لفارس هذا المساء. نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم بارك عليهم جمع بينهم في خير. الأخ فيصل، الولد فيصل، أقدم على الزواج، والحمد لله هذا إكمال نصف الدين، والحمد لله الله يسعد ما بينهم إن شاء الله في هذا الليل. طيب أنا سعيد جدا والله بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف. إذا كان لك كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء. نقول شكرا لقناة السيوف ومن حضر. الصراحة قناة السيوف هي قناة الرائدة في المنطقة الجنوبية بصفة عامة، وفي المملكة العربية السعودية بصفة عامة، المنطقة الجنوبية بصفة خاصة. فمثل في رئيس الإدارة الشيخ سعيد الحداوي وشخصكم الكريم صالح بن ظافر العمري، فحيا الله الجميع. الله يسلمك، شكرا لك. كان معي عم العريس الأستاذ أحمد بن محمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الأستاذ محمد حسن الشهري، فأهلا وسهلا بك. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله أخ صالح، يا مرحبا، الله يحييكم إن شاء الله. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل مناسبة هذا المساء، ما هي كلمتك له بهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول للعريس كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. الأخ حسن أبو فيصل عزيز وزميل دراسة وأخ وخوي، ونقول نسأل الله لهم الثبات، وأن يوفق العريس، وأن يعطي حياة سعيدة، وأن يوفق لما يحب ويرضى. طبعا بعض العادات والتقاليد لدينا هنا، أنت ما أنت بكبير سن، لكن احنا أنت من الناس اللي يحب اللي أن تستمر على العادات والتقاليد، ولا في بعض الأشياء يعني مؤثرة في العادات؟ لا، هذا العادات حقيقة ودنا أن طال عمرك العادات هذه أنها تستمر، وحقيقة اللي هو على رأس الهرم الأخ صالح العمري، حقيقة دائم نشوف في هذه القناة المفضلة، حقيقة هذا تراث الآباء والأجداد وأبنائنا، حقيقة لنا الفخر أن يعتز ويفتخر بتراث آباء وأجداده، وهذا شيء نفتخر بجميعا، فهذا الحقيقة تراث الشعبي، حقيقة نفتخر بجميعا لأن يعترفون بها أبنائنا وأولادنا، وهذا تراث آبائنا وأجدادنا. جدا أن تكون ضيف معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية. إذا كان لك كلمة أخيرة أستاذ محمد تفضل. كلمتي أخيرة طال عمرك، نهني العريس، وكذلك ندعو لأخواننا وجنودنا البواسل على الحد الجنوبي، ونسأل الله العلي العظيم أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدم ذرميهم. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه. شكرا جزيلا لك. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الشيخ موسى بن محمد البارقي، فاهلا وسهلا بك. بسم الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله، نسال الله لهم التوفيق والسعاده ونسال الله، وما نقول لما قال رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم وسعدهم ان شاء الله في حياتهم الدنيويه. الله يعطيك العافيه.
الله يسلمك. طبعا يا شيخ موسى بعض العادات والتقاليد اللي تشاهدها الآن وكانت من الزمن الماضي هل لك رأي فيها؟ أبدا ما لي رأي، كل شيء تمام إن شاء الله الحمد لله، نفس العادات ما في تغيير كثير ما الحمد لله. أنا أقصد الاحتفالات السابقة تتغير اختلفت عنها. اختلفت نعم اختلفت يا ولدي اختلفت العادات، الأول كانت متقاربة وكانت متقالة، والآن ما شاء الله توسعوا الدنيا ومع المواصلات هذه ومع الاتصالات هذه ومع الفضائيات هذه ومع الحمد لله صار البعيد قريب. أي أيوة والله الحمد لله نحمد الله ونشكر. طيب أنت متابع قناة السيوف؟ نعم أي أيوة والله متابع. ما رأيك فيما تقدم للمشاهد المباراة؟ ما شاء الله نشكركم والله ويوفقكم الله ورئيسها الشيخ سعيد الحداوي، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نسأل لكم التوفيق إن شاء الله يوفقكم الله. سعيد جدا والله بوجودك معي. لك كلمة أخيرة يا شيخ موسى. سلامتك الله يحفظك. كان مع الشيخ موسى بن محمد البارقي، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الأستاذ حمود بن محمد الشهري، فأهلا وسهلا بك. الله يسلمك طول بعمرك ويجعلك سالم من خالي. الله يعطيك العافية. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل مناسبة هذا المساء، ما هي كلمتكم بهذه المناسبة؟ نقول لابن فيصل كما قال رسول الله عليه السلام بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير ورزقهم الذرية الصالحة. الله طول بعمرك. طبعاً أنت متابعي قناة السيوف؟ ليس بالكثير ولكن لي متابعة لها. طيب ما رأيك في ما تقدم؟ حقيقة قناة السيوف هي الرائدة في نقل الموروث الشعبي، وأيضا شاركها بعض القنوات الأخرى أيضا. الله جنودنا وأبطالنا على الحد الجنوبي يدافعون عن وطننا، هل لك كلمة لهم بهذه المناسبة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد رميهم وأن يثبت أقدامهم وأن يرزقهم النصر بإذن الله تعالى، وأن يتقبل من قتل منهم في مع الشهداء والصديقين والأنبياء. كلمة أخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن ينصر هذه البلاد على من عاداها، أنه سميع مجيب الدعاء. كان معي الأستاذ حمود بن محمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الأستاذ عبد الله محمد الشهري، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا صالح. الله يسلمك. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل بن حسن فرحة زواجه، فأكيد لكم كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أخ صالح، فنبارك للعريس الأخ فيصل ولدنا فيصل، فنسأل الله له التوفيق، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. فأبو فيصل عايزه غالي، ولا ربك لهم عايزه غالين، وقناة السيوف حقيقة لها مجهودات كثيرة معنا هنا. طبعا أنتم متابعين قناة السيوف أكيد. طبعا متابعين. نعم أي نعم متابعين. ما رأيك فيما تقدمه للسادة المشاهدين؟ والله قناة السيوف هي موروث حقيقة يعني يشهد لها حقيقة والله. فقناة السيوف هي معنا في كل المحافل، وحقيقة نشكر القائمين على نفس القناة والشيخ السيد الحداوي وانت اخ صالح هنيانه، فعسى الله يوفقكم ان شاء الله لكم يعني مجهودات في المنطقة الجنوبية هنا وبالذات في التراث الحفلات الشعبية، فالله يعطيكم العافية على ما تقومون به، والقناة السيوف حقيقة هي القناة المفضلة لدينا. وفقكم الله. طبعا ابطالنا في هالايام يدافعون عن وطننا الحبيب على الحد الجنوبي، لك كلمة لهم بهذه المناسبة. نعم نسأل الله أن الله يثبتهم، وحنا قلوبنا معهم، وحنا كلنا في خندق واحد سواء مواطن أو عسكري أو، فكلنا قلوبنا معهم والله مرابطين، فنسأل الله أن الله يوفقهم ويثبتهم على طاعته وينصر دولتنا والملك سلمان، نسأل الله أن الله يوفقه وولي عهد الأمين وسمو نائبه، فنسأل الله أن الله يوفقهم إن شاء الله ويسر بلادنا من كل شر. اللهم آمين. كلمة أخيرة. الأخيرة طبعا نشكر القائمين على قناة السيوف والشيخ سيد الحداوي وانت اخ صالح هنيانه، ونسأل الله يوفقكم ان شاء الله، حقيقة لكم مجهودات احنا، فنسأل الله يوفقكم ان شاء الله. قناة السيوف مشهود لها وما يحتاج لها شهادة، فعسى الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لك حبيبي. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الاستاذ محمد الشهري من زملاء العريس، فاهلا وسهلا بك. الله يحييك حياكم الله ومرحبا. الله يسلمك. وانتم تشاركون زميلكم في فرحة هذا المساء، اكيد لكم كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقول للعريس بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. للأخ فيصل من الزملاء الأعزاء فنبارك له ونقول له ألف ألف مبروك وبالرفاه والبنين. أبطالنا المرابطين على الحد الجنوبي، هل لك كلمة لهم بهذه المناسبة؟ نسأل الله العلي القدير أن ينصرهم
وينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز هذه الدولة. نسأل الله أن يجزاهم بالخير ولاة الأمر، فنرجو من الجميع الدعاء لهم في ظهر الغيب. طيب كلمة أخيرة لك بهذه المناسبة. نشكر قناة السيوف لحضورها جميع الحفلات الشعبية وتقديرها للموروث الشعبي، فعلى إدارتهم وجميع المشاركين ولك الأخ الصالح، نتمنى لكم التوفيق. وفي الأول والأخير نرجو من الجميع الدعاء لإخواننا المرابطين على الحدود وسلامتكم. كان معي الأستاذ محمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي الأستاذ هيازع علي سعيد الشهري، فأهلا وسهلا بك. الله يسلمك إن شاء الله. الله يحييكم. الله يسلمك. وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل فرحة هذا المساء، ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ في الحقيقة أنها المناسبة كبيرة جدا، وفي الحقيقة فرحة لا توصف في هذا اللقاء، ونحمد الله ونشكر الله اللي تم علينا لهذا الفرحة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني برضه الله يفرحنا بنصرة الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى. ونشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهد الأمين على ما قدموه وبذلوه في الحزم، والحمد لله والشكر، وأسأل الله إن من حسن إلى أحسن بإذن الله. كلمة أخيرة. نهنئ الأخوان اللي هو أبو فيصل وفيصل وأولاد عمي كلهم وأخواني وجماعتي، وفرصة سعيدة في الحقيقة أن نتقابل مع القناة هذه، قناة السيوف. الله يحييك. شكرا الحبيب. الله يحييك. هلا والله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لا زالت تغطيتنا مستمرة في زواج الأستاذ فيصل بن حسن الشهري، فأهلا وسهلا بكم. معي الأستاذ محمد أحمد بادريس، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك، حياك الله. الله يرضى عليك. وأنتم تشاركون فرحة الأستاذ فيصل بن حسن الشهري هذا المساء، ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ طبعا نحن نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير إن شاء الله بحول الله. الله يسلمك. طبعا أنت جاي من مكة ولا من جدة؟ لا والله أنا من مكة. نعم. حسب علمي أنك كنت من أوائل المعلمين في منطقة ثلث المنظر أو في وادي بقرة، يا ليت لو تحدثنا عن التجربة. نحن تعيننا هنا عام 1396 هجرية، تخرجنا من معهد المعلمين في عام 1395-96، تم تعييننا في منطقة أبها، والمنطقة هذه كانت في جهل مدقع، والحمد لله كان في عندنا الشيخ محمد صالح الفواز مدير تعليم منطقة أبها، كان رجل فاضل رحمة الله عليه، نشر التعليم في منطقة عسير بكاملها ما شاء الله تبارك الله، الله إن شاء الله يرحمه ويحسن إليه. فعاد كنا نحن من أوائل المدرسين، أنا في الدفعة الثالثة في مدرسة وادي بقرة، كانت مدرسة اسمها مدرسة عكرمة بن أبي جهل في منطقة بقرة. طيب أنا بسألك، طولت هنا في المنطقة ولا بس سنة سنتين ثلاث؟ والله أنا عشت منطقة هذه ترمين دراسيين، يعني عام دراسي كامل، عام دراسي كامل. وبعدها انتقلت؟ نقلت إلى منطقة مكة والحمد لله، إلى أن تقعدت وأنا في مكة المكرمة. ما شاء الله عليك. عام كم تقعدت يا أستاذ محمد؟ قعدت عام 1327، 1427 آسف. ما شاء الله قريب جدا. نعم الحمد لله، يعني 10 سنوات اللي متقاعد لك الآن. 10 سنوات. نعم. طيب ما رأيك في العادات والتقاليد الموجودة في المنطقة هنا؟ هل تختلف عن مثلا الفن الحجازي في المنطقة الغربية؟ شيء كثير يعني ما شاء الله تبارك الله، نحن عندنا الفن الحجازي يختلف عن منطقة تهامة بكاملها، ومنطقة تهامة تختلف عن منطقة أبها، منطقة أبها تختلف عن المنطقة الوسطى، عن المنطقة الشرقية. احنا الآن عندنا يعني لون العرضة، انتم عندكم لون المزمار او شيء زي كذا؟ احنا عندنا العاب كثيره، منها المزمار، منها المزمار. نعم منها المزمار، بس الشيء الاساسي يعني الاساسي، والله اشياء كثيره في مكه المكرمه، المزمار، في عندنا اهل مكه بالذات عندهم شيء اسمه الصهبه، لعبه اسمها يعني طرب، ولا عندنا الجسيس، في عندنا شيء اسمه الجسيس وقت الشيء اللي عندنا هنا الان. والله الجسيس دائما يجيب مجسات، نسميها مجسات او مواويل، خاصه بأهل الزواج. نعم يعني هذه تمارس بس في الزواجات ولا في المناسبات عامه؟ والله في احيانا مناسبات مثلا في الشبكه، في الملكه، في كان الجسيس يحضروه، لا اهل مكه لازم يحضروا الجسيس، اول ما يحضروا الجسيس. طيب محمد، لو انك تعطينا فكره يعني سريعه جدا عن مراسيم الزواج عندكم في مكه.
والله هي عادات كل الناس لهم عادات. هنا عندنا مراسيم الزواج، عندنا ملكة، وبعدين عندنا الآن فنه شبكة، وبعدين يصير الزواج. يعني الملكة نسويها في مكان، كنا نسوي الملكة في الحرم أو نسويها في مسجد، وبعدين نسوي الشبكة في قصر أفراح، وكان كان كان في البيوت، وبعدين صارت في قصر أفراح، والزواج بعدها في قصر أفراح. كان عندنا أهل مكة يسوي الشبكة، أبو العروس يسوي الشبكة، وأبو العريس يسوي الزواج. يعني واحد يشيل حاجة وواحد يشيل حاجة. الآن اختلفت عندنا في منطقتنا هنا، كان لنا عادات وتقاليد. يعني أعتقد أن في زمننا الحاضر في عادات وتقاليد دخيلة على عاداتنا، هل تأثرت بها كذلك منطقة مكة المكرمة؟ لا، ما منطقة الحجاز بكامله ما تأثر بعادات أهل الجنوب. لا، أنا أقصد عادات دخيلة خارجية من خارج المملكة على المملكة، على يعني أقاليم المملكة كلها. والله اللي حضرته أنا ما في شيء تأثير، يعني إلا اللهم إن كان صار يجيب مطرب مثلا. والآن ونعم والآن المطرب خلاص صار عام في كل زواج. ناس تجيب مطرب، ناس تجيب مزمار، ناس تجيب ألعاب شعبية، ولكن الأشياء هذه كلها قد تكون يتراثر في البلدان نفسها. إنما المطرب حتى من زمان كانوا يجيبوا مطرب. يعني ما بما أنك عشت في منطقة في مركز ثلث المنظر وما جاورها، هل تجيد العرضة؟ لا والله ما قد لعبتها، مع العلم أنه هنا كان في عندهم خطوة يسموه خطوة عسير، ما لعبتها. ممكن نشوفك اليوم في العرضة اليوم؟ ما اعرف لها والله. حاول يعني تقدر؟ والله ما اعرف لها وانا صادق. حتى تعتبر ذكريات يعني؟ حتى المزمار المكاوي ما اعرف له، ما شاء الله. عشان لا احد يقول والله انا، عشان شايفين العمامه والسديريه، ولا حتى ما اجيدها والله. والله سعداء جدا استاذ محمد بوجودك معنا. اذا كان لك كلمه لابطالنا على الحد الجنوبي. والله ان شاء الله حول الله ان شاء الله ينصرهم، وهذول درعنا وسندنا في المنطقة الجنوبية، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينصرنا على كل من عادانا، وينصر ملكنا سلمان، وإن شاء الله بحول الله نشوف مملكتنا في عز وفخر وفي في في أحسن حال بحول الله. الله متابع قناة السيوف؟ والله هي أحيانا تمر علي، نعم أحيانا تمر علي، لأنه نعم. طيب كلمة أخيرة سلام. الله يسلمكم، جزاكم الله خير، وإن شاء الله بحول الله ربنا يتمم بخير أهل العرس. نحن نقول أهل العرس يعني أهل الزواج، وربنا إن شاء الله يتمم بخير ويبارك لهم ويبارك عليهم بحول الله. الله يسلمك. كان معي الأستاذ محمد بن أحمد بادريس، فشكرا جزيلا له. جزاك الله خير، شكرا حبيب الله سلام. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء السريع الأستاذ أحمد بن إبراهيم الشهري، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، وحياكم الله وحياكم عند من حياكم. طبعا انتم تشاركون الاستاذ فيصل بن حسن الشهري فرحته هذا المساء، اكيد لكم كلمه بهذه المناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء يبارك للعريس فيصل بن حسن بن سعيد الشهري على زواج، اقول اللهم بارك لهم واجمع بينهم على خير. وصراحه فرصه سعيده ومن اكبر الفرص اني احضر زواج الاخ فيصل عند حسن، ابوه معروف ومن روس شيوخ العلاء، وصراحة أفتخر. وأبو فيصل محبوب عند الجميع، ولا صراحة يعني نوفي بجمائله. الله يوفقه ويبارك لهم إن شاء الله، ومن أحسن إلى أحسن. أيوة. طبعا أبطالنا مرابطين على الحد الجنوبي يدافعون عن وطننا الحبيب، ما هي كلمتك لهم بهذه المناسبة؟ اللهم أنصرهم، اللهم أنصرهم، اللهم أنصرهم وثبتهم، ونسأل الله لهم التوفيق، وهم منصورين الحمد لله. اي والله، والدوله هذه نحمد الله ونشكره، يعني هي بنيت على يعني كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. ونسال الله بطوله العمر لطويل العمر الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده وولي عهده، ونسال الله لهم توفيق، ونسال الله له توفيق لجنود المرابطين. اي والله. سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشه قناه السيوف الفضائيه. اذا كان لك كلمه استاذ احمد اخيره بهذه المناسبه تفضل. انا اشكركم صراحه، واشكر قناه السيوف، وبصراحه قناه السيوف من القنوات المميزه ونتابعها، واشكر الاخ علي الحداوي يعني سيد الحداوي، ما شاء الله تبارك الله من احسن في احسن، ومن صراحه يجيب لنا اشياء في قناه السيوف مميزه. اي والله، وانا والله من المتابعين لقناه السيوف، ونسال الله لكم التوفيق باذن الله. الله يسلمك. انا معي الاستاذ احمد بن ابراهيم الشهري، فشكرا جزيلا له. الله يوفقكم، واحنا مشكورين، الله يعطيك العافيه. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء، والذي يجمعني بفارس هذا المساء الاستاذ فيصل بن حسن الشهري، فاهلا وسهلا بك. حياكم الله ويا مرحبا فيك، وشرفتونا. يسلمك ويشرف مقدارك. بما انك يعني تحتفل بزواجك، اكيد لك كلمه بهذه المناسبه.
الحمد لله والله يسر إن شاء الله ونعيش في سعادة بإذن الله. باسم الشيخ سيد الحداوي باسم قناة سيوف الفضائية من إداريين وإعلاميين نبارك لكم هذه المناسبة. الله يبارك فيكم ويشرفنا كان وجود الشيخ الحداوي، ولكن القناة ما شاء الله متميزة وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل بإذن الله بسبب تغطيات على تراثنا. طيب شعورك وأنت تدخل عش الزوجية، يعني ما أكيد لك شعور خاص كذا؟ لا ينوصف صراحة أبد، أتمناها من زمان. الله يوفقك. تقدم فينا العمر، الحمد لله إن شاء الله باقي العمر فيه خير. الحمد لله. طيب بما أنك يعني تدخل لأول مرة صح في عش الزوجية، مش تنصح به الشباب في اللي في سنك واللي أصغر واللي أكبر يقدمون على الزواج أو مش، ما رأيك؟ يعجل بالزواج إن شاء الله، والله يكتب لهم كل خير بإذن الله. سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية. إذا لك كلمة أخيرة أو ماذا تود أن تذكر شيء لوالدك في هذه المناسبة؟ ما قصر الوالد، هو اللي قام بذا الحفل، والله يطول بعمره وجميع من حضر. طبعا إذا كان لك كلمة أخيرة تفضل. كلمة الأخيرة، الله يحمي بلادنا والوطن ويحفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وجميع أنحاء المملكة. ألف 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 مبروك. الله يبارك كل خير. عامك. يعني الأستاذ فيصل بن حسن فارس هذه الليلة، فشكرا جزيلا له. شكرا، شرفتونا حضوركم. ماذا تود أن تذكر لمن حضر وشرف حفلك هذا المساء؟ كل الشكر ويعطيهم ألف عافية، والله يسعدهم والحفل قائم على وجودهم، والله يوفقهم ويسعدهم. الله يعطيك العافية، لو ما تستاهل ما كان شفنا الحضور الكبير. تستاهل الطيب. إن شاء الله يسلمك ويبارك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام تغطية مقابلات هذا المساء في زواج الأستاذ فيصل بن حسن الشهري، والذي تواجدنا هنا بناء على طلب والده الشيخ حسن الشهري. طبعا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، والشكر لمخرج هذا اللقاء الأستاذ وليد بن سعيد العمري. تقبلوا تحيات محدثكم صالح بن ظافر العمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في احسن، ومن صراحه يجيب لنا اشياء في قناه السيوف مميزه. اي والله، وانا والله من المتابعين لقناه السيوف، ونسال الله لكم التوفيق باذن الله. الله يسلمك. انا معي الاستاذ احمد بن ابراهيم الشهري، فشكرا جزيلا له. الله يوفقكم، واحنا مشكورين، الله يعطيك العافيه. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء، والذي يجمعني بفارس هذا المساء الاستاذ فيصل بن حسن الشهري، فاهلا وسهلا بك. حياكم الله ويا مرحبا فيك وشرفتونا. يسلمك ويشرف مقدارك. بما أنك يعني تحتفل بزواجك أكيد لك كلمة بهذه المناسبة. الحمد لله، والله يسر إن شاء الله ونعيش في سعادة بإذن الله. باسم الشيخ سيد الحداوي باسم قناة سيوف الفضائية من إداريين وإعلاميين نبارك لكم هذه المناسبة. الله يبارك فيكم، ويشرفنا كان وجود الشيخ الحداوي، ولكن القناة ما شاء الله متميزة وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل بإذن الله بسبب تغطيات على تراثنا. طيب شعورك وانت تدخل عش الزوجيه، يعني ما اكيد لك شعور خاص كذا؟ لا ينوصف صراحه. ابد، اتمناها من زمان. الله يوفقك. تقدم فينا العمر، الحمد لله ان شاء الله باقي العمر فيه خير. الحمد لله. طيب بما انك يعني تدخل لاول مره صح في عش الزوجيه، مش تنصح به الشباب في اللي في سنك واللي أصغر واللي أكبر يقدمون على الزواج أو مش، ما رأيك؟ يعجل بالزواج إن شاء الله، والله يكتب لهم كل خير بإذن الله. سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية. إذا لك كلمة أخيرة أو ماذا تود أن تذكر شيء لوالدك في هذه المناسبة؟ ما قصر الوالد، هو اللي قام بذا الحفل، والله يطول بعمره وجميع من حضر. أن إذا كان لك كلمة أخيرة تفضل. كلمة الأخيرة، الله يحمي بلادنا والوطن ويحفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وجميع أنحاء المملكة. ألف 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 مبروك. الله يبارك كل خير. عامك. أنا معي الأستاذ فيصل بن حسن فارس هذه الليلة، فشكرا جزيلا له. شكرا، شرفتونا حضوركم. ماذا تود أن تذكر لمن حضر وشرف حفلك هذا المساء؟ كل الشكر ويعطيهم ألف عافية، والله يسعدهم والحفل قائم على وجودهم، والله يوفقهم ويسعدهم. الله
يعطيك العافيه، لو ما تستاهل ما كان شفنا الحضور الكبير. تستاهل الطيب ان شاء الله. نسلمك ويرضى عليك. الى هنا اعزائي المشاهدين ناتي الى ختام تغطيه مقابلات هذا المساء في زواج الاستاذ فيصل بن حسن الشهري، والذي تواجدنا هنا بناء على طلب والده الشيخ حسن الشهري. طبعا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، والشكر لمخرج هذا اللقاء الأستاذ وليد بن سعيد العمري. تقبلوا تحيات محدثكم صالح بن ظافر العمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.